معانا عبر زوم محمد جاويش، واحد من اهم صناع المحتوى على السوشيال ميديا في مجال البرمجه، او مؤسس منصه للذكاء الاصطناعي اسمها اي سكول. صباح الخير عليك يا محمد. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا بيك. في البدايه بس عايزك تقول لنا وتقول للناس، هل بقى في اقبال كبير جدا من الشباب على مثل هذا النوع من العمل الحر، سواء في البرمجه او بالنسبه للذكاء الاصطناعي، واي فئه عمريه بالظبط مقبله لو انت عندك معلومه؟ أكيد والله، الموضوع كله يعني حصل له جروث بشكل رهيب من بعد الكورونا. يعني قبل الكورونا ممكن نكون نتكلم إن الأعداد كانتش كبيرة قوي تحديدا في مصر وفي المنطقة العربية. من أول كورونا ومن بعد 2020 الأعداد بقت كبيرة جدا، المنصات بتاعت الفريلانسنج بقى عليها أعداد كبيرة من الشباب، الكل بقى مهتم يتعلم ديجيتال سكيل ويشتغل على فريلانسنج. وتقريبا الشباب من سن 16 سنة لحد نتكلم لحد 28 سنه بقى مهتم جدا ان يحاول يشتغل في مجال الفريلانسنج، يبقى عنده ديجيتال سكيل سواء كانت في البرمجه او في الجرافيك ديزاين. طيب محمد، نقدر نقول ان في شركات معينه بتيجي تطلب شباب يكون قادره تشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي اللي احنا بقينا فتره بنتكلم عليه وملقى عليه الضوء بزياده الفتره الاخيره؟ ده حقيقي، الشركات كتيره جدا في اوروبا وفي امريكا وفي كندا بتعتمد بشكل كبير جدا على فكره الاوت سورسنج، ان انا اشغل حد من منطقه نوعا ما السعر بتاعت الساعه فيها اوفر، في مجال البروجرامينج، في مجال الذكاء الاصطناعي، في مجال الجرافيك ديزاين، في مجال المالتي ميديا والايديتنج. وده بيحصل بشكل كبير سواء كان في المنطقه العربيه او في منطقه جنوب اسيا، الحته بتاعت الهند وباكستان وبنجلاديش الاسعار هناك بتكون موفره جدا. في نفس الوقت مصر ابتدت ظاهره على الخريطه بشكل كبير في الحته دي تحديدا. عظيم. محمد، بجانب الهواية، يعني ممكن يكون في ناس عندهم هواية العمل في هذا المجال لكن تقتصر على ان هي هواية لسه، برضو ما قدروش ان هم ينموا مهاراتهم عشان يبقى شغل، شايف انه السن المناسب ايه للشباب، او انت شايف الشباب اللي دخلوا هذا المجال كان سنهم قد ايه عشان يبتدوا يطلبوا في شركات زي ما انت بتتكلم؟ من اول 16 سنة، من اول 16 سنه لو انت فعلا عندك ديجيتال سكيل كويسه تقدر تشتغل فعلا في الشركات دي، سواء كانت مشاريع صغيره كذا فريلانس، وفي ناس كمان بقت تشتغل معاهم لونج تيرم على المدى الطويل كعقود مبدئيه، بحيث ان هو بيقدم له شغل كل شهر بشكل ثابت، كمان مش بشكل فريلانس عشوائي، لا بشكل ثابت لمده طويله. انت متخيل ان هو الشباب بس اللي مهتمه بالقصه دي؟ يعني في كورسز كتير للذكاء الاصطناعي بقت موجهه لطلاب المدارس، اي سكول يمكن برضو اشتغلت على القصه دي. انا بشوف ولاد صغيرين في خمسة وفي ستة ابتدائي وما فوق بيسعوا انهم يبقى عندهم شغل حر مع شركات، بحيث انهم يقدروا يعملوا بقى داتا انتري او يعملوا ادخال بيانات او يعملوا اي شيء له علاقه بالشغل، بس هم عايزين يسعوا ويشتغلوا. مظبوط، بقى في يعني توجه كبير جدا من اولياء الامور او من الطلاب للموضوع ده. احنا عندنا في المنطقه العربيه متوسط سن المبرمج حاليا دلوقتي 24 سنه، وفي المقابل متوسط سن المبرمج في امريكا حاليا 16 سنه، فعندنا في فرق يعني حوالي 8 سنين في سرعه ان انا قد ايه اعرف ابقى مبرمج من سن صغير. فالموضوع ده ابتدى يبقى زي كده يعني علامه تعجب عند اولياء الامور، وفي نفس الوقت عند الطلاب ان هو لا، انا محتاج اتعلم برمجه من سن صغير، انا محتاج اشتغل من سن صغير، محتاج اجيب فلوس من سن صغير، انا ممكن اشتغل من بيتي، انا ممكن اشتغل اونلاين. يعني ايه اشتغل اونلاين؟ ازاي اشتغل فريلانس؟ محتاج اخد كورسات فريلانس؟ ايه هي منصات الفريلانسنج؟ ازاي اعمل لنفسي ديجيتال بورتفوليو؟ ازاي يبقى عندي ملف اونلاين بيعرض شغلي وعليه شغلي؟ ازاي اعرف اطور نفسي في محركات البحث؟ لما حد يدور على مبرمج ازاي انا اظهر اول واحد؟ لما حد يدور على جرافيك ديزاينر ازاي انا اظهر اول واحد؟ فكل الحاجات دي بقى عليها فعلا اقبال كبير جدا. طيب كلمنا اكتر بقى عن هذه المنصه اسكول، التفاعل عليها عامل ازاي؟ وزي ما انت قلت ان في اقبال من الناس، لو في حد من الشباب عايز يدخل هذا المجال، مجال البرمجه والعمل الحر في البرمجه والذكاء الاصطناعي، ممكن يعمل ايه؟ يتوجه لفين؟ حلو، الحمد لله احنا اي سكول يعتبر ان احنا اكبر منصه تعليم برمجه وذكاء اصطناعي في الشرق الاوسط لطلاب المدارس تحديدا من سن 6 سنين لحد سن 18 سنه. بنأسس ونعلم الطلاب في مجالات التكنولوجيز كلها، سواء كان ارتفيشال انتليجنت، الماشين ليرنينج، الداتا ساينس، الويب ديفلوبمنت، الجيم ديفلوبمنت، 3 دي، فيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي. في نفس الوقت بنعلمهم اهم حاجه الفريلانسنج، ازاي بعد كده بعد ما تتعلم السكيل دي تبقى فريلانسر. والتدريبات كلها بتتم اونلاين، بتتم زي ما انا بكلم حضرتك كده على زوم. بتتم ازاي؟ بتكون مره واحده في الاسبوع، المره دي بتبقى متوسط من مده من ساعه لساعتين،
وبنشتغل يا اما لوحدنا يا اما بنشتغل في جروب عددنا من 4 لـ 6، وبنقدر بعد كده ان احنا نتطور، وكل 3 شهور بنعمل فاينل بروجكت، بناخد سيرتيفيكت، والسيرتيفيكت دي بتبقى معتمده دوليا، وبقدر بعد كده ان انا اشتغل. احنا الحمد لله شغالين من 2018، عندنا اكثر من 15,000 خريج، عندنا من مصر، من السعوديه، من الامارات، من البحرين، من قطر، من عمان، من الاردن، وعندنا من يو كي، من سويدن، من ايرلند، عندنا من يو اس، وعندنا من كندا. فالحمد لله احنا موجودين بالعربي وموجودين بالانجلش، ومعانا طلاب كتير جدا الحمد لله قدروا انهم حققوا اكتر من $600 شهريا كدخل ليهم في سنهم متوسط من 16 ل 18 سنه. ده عظيم جدا، $600 في الشهر، ده رقم محترم جدا. كل الشكر ليك طبعا محمد جويش، مؤسس احدى منصات الذكاء الاصطناعي والبرمجه، وزي ما انت قلت طبعا مجال ما كانش موجود. يعني لو نرجع كده مثلا 30 40 سنه ورا كده منك، كنا هنلاقي الناس ايه اول ما بيتخرج من الكليه بتاعته قاعد مستني قرار التعيين، جواب التعيين، يجي له البيت يلبس البدله بتاعته وياخد الجورنال ويروح طالع على الوظيفه بتاعته، يخلص الساعه 1 2 الظهر ويروح واخد بعضه ومروح. الكلام ده خلاص احنا شفنا الكلام ده، لازم ما يبقاش ليه وجود طبعا مع التطور اللي احنا بنشوفه.